المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج قرآنيات. شفت واحدة مسلمة كانت بتقرأ القرآن فقرأت الآية دي: أم حسبتوا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فقلت لها استني كده، ممكن تقولي لي الرقيم يعني إيه؟ فسكتت. فأنا هكلم الأخ مالك دلوقتي. اهلا بك يا اخي مالك. اهلا بك. نشكر ربنا. ما سالتي من هم اصحاب الكهف ومتى جرت يعني حادث الكهف؟ انا بسال عن الرقيم بس. نعم صحيح. نشكر ربنا، كان سؤال اسهل. طب انت تعرف الرقيم يعني؟ نعم حقيقه ما من المشكوك اني نحن نعرف الرقيم، لانه لما حضرنا هذه الحلقه ورحنا للمصادر لنقول فعلا كلمه غامضه ينسب الى ابن عباس، اني يقال ان ابن عباس اقر بانه لا يعرف اربع كلمات في القران من ضمنه الرقيم، وهو محتار في معنى الرقيم. ابن عباس نعم. لا يعرف الا اربع كلمات. نعم قال انه لا يعرف. لا لا, لا, لا يعرف اربع لا كلمات. نعم يعني في كلمات بالنسبه له يعني لغز لا غير قادر على معرفتها، واحدى هذه الكلمات هي الرقيم. فعلا المصادر لما بنشوف كلمه الرقيم نتفاجئ ان لدينا 8 معاني محتمله لكلمه الرقيم. المعنى الأول هو اسم الرقيم، قال إن الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. الوادي أصحاب الكهف. آخرون قالوا لا، الرقيم هو جبل حيث يقع في أصحاب الكهف. رأي ثالث قال الرقيم هو اسم القرية. بينما قال آخرون الرقيم هو الصخرة الذي على الكهف. في رأي خمس أكثر طرافة قال إن الرقيم هو الكلب أصحاب الكهف. الكلب اسمه الرقيم، اسم الكلب بتوع أصحاب الكهف. بينما في رأي سادس يقول كتاب في لوح من نحاس، إن الكتاب اللي موجود فيه في لوح من نحاس وقيل من لوح من حجارة مكتوب قصص أصحاب الكهف هو الرقيم. رأي السابع قال إن الرقيم هو الدوات أو المحبرة. فنحن عندنا مجموعة من الآراء عن معنى الرقيم. طب برضو ده يعني بإيه؟ يعني باختصار على أن نحن لدينا حيرة كبيرة. الخلاف مو فقط ماذا تعني الرقيم، يعني الخلاف حتى يا ترى هل الرقيم تعني شيء معين أم بنيان ما معين. يعني خذي مثال ابن عباس يقول ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ يعني حتى هو مش طبعاً عارف ده كتاب ولا بنيان. يعني حتى يعني ماهية هذا الشيء، يعني ممكن أنا أذكر اسم شيء ما معين لك تتوقع نوع من الفاكهة ولكن لا تعرف أي نوع من الفاكهة، أما بالزبط. أنت لا تعرف هل هذه هي فاكهة أم بنيان أم اسم أحد المجرات. فتخيل الحيرة الموجودة عند المفسرين والشارحين أنهم لا يعرفون معنى الكلمة، هل هذه تعني كتاب تعني بنيان تعني شيء ما. يعني هو محمد ما كانش فاضي يقول لهم الكلام ده؟ هذا سؤال خطير جدا، أني كيف يتلو محمد على مسامع القوم يعني المسلمين ويقول لهم عن أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم ولم يقدم إجابة ماذا تعني كلمة الرقيب، ماذا تعني يعني؟ طب ولو سألنا المسلمين أنت هتعرفوا الكلام ده إمتى؟ هيعرفوه إمتى؟ طبعا ما رح يعرفوه، لكن السؤال اللي مهم أني لما الشخص بيفكر أني لما بتيجي كلمة بدون معنى في القرآن يعني ما هي الوظيفة هذه الكلمة في القرآن؟ ما نفع هذه الكلمة في القرآن؟ يعني في سياق القصة يعني ماذا تفيد للمشاهد؟ ومع ذلك لا تستغرب أن تشوفي في محلات فرضا في بعض الدول العربية مكتوب اسمها الرقيم، اسمها الرقيم. لا تستغربي، يمكن عشان بس تلفت النظر كده. لا تستغربي. طيب لأن انا شفت اسماء يعني غريبه من الاسماء. يعني اسماء محلات فرضا اسم الكوثر اللي له 11 12 معنى بالظبط، والناس ما بتعرف ما هو الكوثر. ما هو يعني هم بيرتكزوا على اسم واحد بس يقول لك ده نهر من انهار الجنه ونخلص عليها. والرقيم حتى ولكن ما حد عنده اي ارتكاز عليه. طيب يبقى اذا اسم الرقيم أو كلمة الرقيم اللي موجودة في سورة الكهف هي غير معروفة المعالم. طبعا هي غير معروفة، لكن خلينا أخبرك شغلة على أن الرقيم أحد الباحثين هو آرثر جيفري قال بأن الرقيم قد يكون اسم مكان. كيف يكون اسم مكان؟ هو يعتقد بس. نعم يعتقد أن اسم الرقيم موجود في الأدب، يعني أحد الآداب الحبرية اليهودية إشارة لمنطقة تقع في جنوب فلسطين أحد المناطق الصحراوية، قد يكون أصحاب الرقيم أصحاب هذه المنطقة. الراجل الخواجة جاب لهم الرقيم يعني. نعم. إيه؟ طيب شكرا جزيلا أخي، شكرا مالك. شكرا للخواجة. وإحنا بنشكر الخواجة اللي قال لنا إيه هو الرقيم أو إيه هي الرقيم اللي لا المفسرين عارفين ولا محمد تقريبا كان عارفها. شكرا جزيلا، نراكم في حلقة
الجاية من قرآن المجيد.